برلين المحطة الثانية بعد باريس في الجولة الأوروبية للكاظم والوفد المرافق له، والتي ستناقش ملفات ذات بعد اقتصادي واستثماري وفي قطاعات اقتصادية مهمة. ومتخصصون في الشأن السياسي أكدوا أن لكل دولة من هذه الدول خصوصية في التعاطي معها، ففرنسا وما قدمته للعراق في حربه ضد داعش من تسليح أعطى أريحية للبلدين في التعامل وبجدية في هذا الملف. أما ألمانيا فعلى العراق تحديد أولوياته وخياراته في أي ملفات تكون منها البداية. أما بريطانيا فإن للبلدين مشتركات أساسية يمكن الانطلاق منها وبقوة. ألمانيا سنلاحظ بأنه بعض التفاصيل التي سيتم الاتفاق عليها، لا نقول اتفاقيات باعتبار أن الاتفاقيات بحاجة إلى الرجوع إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، ولكن حتى لو كانت هذه اتفاقات أو مذكرات تفاهم فستلقي بظلالها الإيجابية على العراق. الجولة الأوروبية وفي بعدها السياسي فإنها تعمل وبقوة على إخراج العراق من قائمة الدول الأكثر خطورة في العالم، فضلا عن أنها تحدثت عن أهمية هذه العواصم وتأثيرها في القرار الأوروبي. هذه الزيارة لها أهمية كبيرة في السعي السيد الكاظمي لإخراج العراق من قائمة الدول الخطرة، فبالتالي هذه الزيارات تساهم في عودة العراق إلى الحاضنة الدولية، إلى المجتمع الدولي، وخاصة أن هذه الدول هي مثل فرنسا، بريطانيا، اليوم ألمانيا، دول مؤثرة في الرأي العام العالمي. أما اختيار هذه الزيارة وتوقيتها وطبيعة الوفد المرافق للكاظمي وقضية جلب الاستثمارات من خلال اختيار شركات رصينة لإعادة الاقتصاد العراقي إلى ذروته، رؤية ذهبت باتجاهها أوساط سياسية. بالتأكيد العراق سيكون الحقيقة عامل جذب للاستثمارات الغربية. لا تنسى جنابك أن العراق جرب عديد الاستثمارات من دول الجوار، وبالتالي الحقيقة علينا أن ننوع مصادر الاستثمار، علينا أن نحضر شركات عالمية محترمة تستطيع من إعادة على أقل تقدير الاقتصاد العراقي إلى ذروته. وبالرغم من أن العنوان الأبرز لهذه الجولة هو اقتصادي بامتياز، إلا أنها لم تخلو من البحث في جوانب سياسية وأمنية. اثير عادل، العراقية الإخبارية، بغداد.